عارفة يا بنتي يا كوريا، كان لنا زمان بنت قريبتنا، كانت بنت يا عيني كده برضو عقلها خفيف وطاق منها وهاجج، زي خالتك كده يعني. ايوه بس البنت ده هي كانت حلوة بقى وشابة وملظلظة كده اهو، بيضة وزي الفل، تتاكل اكل والله يا كوريا تتاكل اكل. ايوه بس ايه، كانت قاعدة مع ابوها وامها. كوريا لسه تحت. هي البت دي ما وراهاش حاجة؟ لا ولا التانية، في حد يبيع خضار دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ انا بقالي ساعة محبوس هنا. الله يخرب بيت شورتك المنيلة. ايه الجو البيتي ده؟ جديد قوي شغل قمصان النوم في الشارع ده. ما تنجزي بقى وتيجي، بتاخدي كام يعني؟ على فكرة انا واحدة محترمة، بس الظروف هي اللي خلتني امشي في الشارع بالمنظر ده. انا ينفع اخد موبايل حد فيكم؟ لازم اعمل مكالمة ضروري. يا عم بالراحة عليها، ده شكل جوزها طاردها وضاربها. بقول لك ايه، طيب ما تيجي ناكلك ونشربك ونذاكر لك، نرجع معاك البيت نضرب لك جوزك كمان. غور من وشي. الله يخرب بيت، بس العين مش عليك، انا اللي كلب وربنا. جرى ايه يا هيمه؟ يعني ما اتبسطتش؟ بس بقى اتبسطت ايه ونيلت ايه؟ خرجيني من ام الحبسه دي يا نوال. طب خلاص هبص لك انا. خرب بيتك يا كوريا، بوظت لنا اليوم. يلا بقى. طب يا اخويا بس بقى انت راح. بس بقى يا يخنقوها، اصل احنا سلو بلدنا صعب قوي قوي قوي. طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها؟ بس والله العظيم والله العظيم دماغ في طقانها. اه والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب. يا نسبتي يا نسبتي يا نسبتي. في ايه؟ سلومه جه حرك اسود ومنا. تعالى هنا، رايح على فين؟ تعالى البتاع، ام البتاع، هنروح تعالى فين؟ على فين؟ تعالى اخبيك في اوضه النوم. روح فين اوضه النوم؟ ايه ده وقت؟ تعالى اخبيك فيه. ناو واحد وقع من الكوع. طبخنا ايه النهارده؟ لا طبخه ولا عامله، اقلي لك بطين. ده الواحد بطنه مششت من كتر البيض. يا اخويا اجيب لك طباخه، شغل البيت بيهديني. ماشي. رايح فين؟ محصور. ايه ما فك الزنقه. انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح. انا مش سندان، انا قفلته مش عارف، وانا البيت دريان بحاجه، ما ادخل اعمل البطين. ما خلاص يا ولية، حكيتي لامي كل حكايات المجانين اللي تعرفيها في حياتك. انا مال انا ومال مجانينك؟ انا خالتي مش مجنون، سندس مع اقلها ما خافش الا من بعد ما جوزها وابنها ماتوا والشقه والعيب بيه. بقتي حرام يعني، ما بتفتكرش قوي وساعات ما بتميزش البني ادمين. خلاص كفايه بقى صدعتين. خص عليكي يعني، ده جزاتي ان عاوزه اسليكي واخد بحتك. يا مو النبي خدني احسن. خلاص انا اللي قربت اتجنن ومش طايقه اطلع الشقه وخالتي مش فوق. طب تعالي. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا اخويا. ازيك يا براهيم؟ عمل ايه الواد؟ اني وين؟ يو اللي خبط التوك توك. اني توك توك؟ مالك يا هيمه اللي كنت معاه في المستشفى؟ اه الواد مات يا سبتي. الله يرحمه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وسواق التوك توك؟ خدوا منه التوك توك وهيعدموه. تعالي بس اقول لك. لو فاكر ان الدنيا في بعدك مفيش وقت. رجاء. نادر. انا نازل شويه، عايزه حاجه؟ نازل ورايح فين دلوقتي؟ نازل اشم شويه هوا رجاء، مخنوق ومش قادر اقعد لوحدي. وهتخرج بقى مع مين ان شاء الله؟ مش خارج مع حد. يا ابني مش انت قلت ان انت مش عايز تقعد لوحدك؟ طب ما تيجي تقعد معايا. لا لا لا، وعلى ايه؟ احسن ابوظ لك الخزعبلات اللي انت حطاها دي علشان شبابك وبشرتك. باي. باي. يا
يا رب يا حبيبي يا رب يخرجك من اللي انت فيه يا رب. للو ده انا مش شايفك، ده شغل فنادق. بيجيبوا لي واد ابن جنيه كل فتره كده يهفوا الشوق يجي يضرب سندوتشات من غير عدد وفي الاخر يحذرفني النص صباع. السلام عليكم. وعليكم سلام. ايه ده الحزن ده يا في ايه؟ اجي لك وقت تاني يا ايما. يا تعالى هنا خد بقى. ايه الزعل ده؟ انت على طول مش طايقني كده يا ده سكت. انا بحبك، ده انت ليك وحشه والله بس انا مش عارف ليه. اقعد بقى خد لك نفسين يلا يا دعد. ده حلو الاحبالك الصوتيه. معلش يا ايما، انا كنت مفكرك قفلت روحت البيت. ليه امي متوغوش قوي على كوريا؟ بتقول لي لسه ما جاتش لغايه دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. يا عم عماله تلفلف على خالتها من الصبح، قلت لها اجي معاكي قالت لي لا، قلت لها بركه يا جامع. انا قصدي دماغي مش ناقصه للنواح. طب بقول لك ايه، هروح انا انام، انت عارف امي ما بتنامش الا لما بروح. السلام عليكم. يا ده سكت تروح ايه وامي ايه وتنام ايه؟ يا ده انا عايزك شبعان. يا عم سيبه يا عم، ده راجل فنان ومثله الاعلى الاستاذ هاني شاكر. خلاص يا جماعه انتوا هتشيلوا المشاريب ولا ايه؟ خلاص امشي انت يا سوكا وانا بكلمك في التليفون. ربنا يهديكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تقعد يا سوكا شويه. عسل يا هيما. بقول لك ايه، سيبك بقى من الهزل ده عشان انا عايزك في حاجه جد. خير يا طاعون. طالعه كده حلوه هنعمل منها قرشين. ميكروباص شمال سارقينه من تحت بيت واد اسمه هندي مقصات. هو واد خبق بس عمل فيها بلطجي وغلط معانا. قلنا كده نربيه ونعمل له كارثة ود. بس قبل ما نركع الميكروباص عايزين نطلع بيه كام فلعة سوا. ايه رأيك؟ طب انا هعمل ايه في الطلعة دي؟ كابتعون يا هيما، هتعمل ايه؟ هتمسك عجلة القيادة. يلا يا هيما بقى، عايزين بقى نرجع لأيام زمان. هنقول احنا لسه حبايب. يو ما خلص قلنا. طب بص، انا هقول لك حاجة مش عايز اقولها لك تاني. تعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياة. حبني بقى وسيب لي نفسك. ماشي يا طعون. يا وليا قومي يا وليا، انا جعان. قومي شوف لك اي حاجه تاكلها، اتصرف. انا مش قادره افلت جدتي، طول النهار بلف على كوب رجليا بدور على شغل. دي في سفره جدتي بقى. يا وليا قومي فزي، ولا دور لي على اي حاجه. وانت بنت امك الفقر ده في حاجة عشان الواحد يدفعها؟ يا اخويا ما انا اخر فلوس معايا كانوا 20 جنيه اديتهم لبنتك تدفعهم للمجموعة. ومش سنية ليه يا اختي من غير فلوس؟ والبهوات اللي انت كنت شغال عندهم كرشوك ليه من غير ما اديك فلوس؟ ده الواحد اللي شغال في الحكومة بياخد مكافأة نهاية الخدمة. روح اتخانق معاهم وخد فلوس يلا. يا اخويا بأي عين اروح للناس اقول لهم ادوني فلوس بعد عملة بنتك السودة معاهم؟ بنتي؟ دي مش بنتي، دي بنت حرام. كوشت على القرشينات وطفشت. ما تقولش بقى ليه اب، ليه ام، ليه اخوات لهم نصيب في شويه الفتافيت اللي بيقعوا من القرصه. من بكره البيت يبقى فيه اكل وشرب ومصاريف. تطلعي تنزلي تتنططي ان شاء الله حتى تشتغلي رقاصه. اوف يا اخويا يا اخويا. ايه النكد يا ابو نجوى؟ يا اخويا انا بقالي 25 سنه بشتغل، عمري ما خليت البيت ده محتاج حاجه. ما كانش حاجه، الظروف اتغيرت. انت يا اخويا خد بعضك وانزل شوف لك اي شغلان. بلاش بلاش، حط ايدك في ايدي ونبيع اي حاجه سوا. انت بتعيريني يا وليه يا زباله. انت انت بتشتغلي علشان تاكلي وتاكلي عيالك. انت بتشغليني؟ خدت انا ايه من ورا شغلي؟ خدت انا ايه من وراك غير الهم والغم؟ احمدوا ربنا ان انا لسه عايش في وسطيكم. واحده غيرك كنت طفشت من بيتها بسبب بوزها الفقر ده.
اكتر نمسك في خناق بعض. يا دلع دلع انا كده هولع. القمر جاي منين؟ ايه ده؟ طب القمر جاي من عبيات قوي. حلو قوي. محسوبك عند مشبك. احب اجي واشبك. بقول لك ايه؟ ما تيجي نهاجر هجره غير شرعيه. غور يلا انت وهو من هنا. غور فين بس؟ ما غور معايا بس. غور بدل ما خلي يا عم زهرت في وشك. ناقصاك اصلا. اه يا ابويا الحقني يا ابا. تعالى يا ابو الحوشني شوف عمل فيا ايه العيال وداد الكلب دول. يابا الحقني يابا. خدي حرام عليك. كنت فين صرعتني عليك؟ حرام عليك. عامله ايه؟ انت مين؟ انا كوريا يا خالتي. حرام عليكي كده برضك تعملي فيا كده وانت عليكي. ابعد عني يابا. والنبي لا. الحقني يابا. والنبي لا. خلاص خلاص انا هاخدك معايا. هاخدك معايا دلوقتي. ضربوني. يا عم الحاج. ايه بنتي؟ ايه انت مين يا بنتي؟ في ايه؟ الاقي معاك موبايل. موبايل؟ وانت ايه اللي منزلك في نص الليالي كده باللبس ده وتسالي عن موبايل؟ انت باين عليكي بنت ناس. معلش يا حاج هي ظروف بس عشان خاطر لو معاك الموبايل تديهولي دقيقه واحده بس. موبايل ايه وانت لابسه اللبس ده يا بنتي وهتمشي في نص الليل كده هتطمعي فيك الكلاب السيكه؟ ما انت عندك حق بس لو معاك الموبايل انا فعلا محتاجه اعمل مكالمه ضروري عشان خاطري. والله العظيم ما في رصيد يا بنتي. عيالي بيكلموني منه وما فيهوش فلوس. طب انا متشكره يا عم الحاج. خد يا بنتي. راحه فين؟ ايه بتعمل ايه؟ خد يا بنتي استوري نفسك يا بابا. لا 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 هي وسخه اه وريحتها وحشه بس احسن من ناس كتير يا بنتي. خليها معاك عشان خاطري عشان انا مش هلبسها. لا يا بنتي انا كده كده ماشي. عيش من شافك يا راجل. انت فين؟ تعالى انت الليله كلها على شرفك. مساء الفلالي. مساء الفل. مساء الفل. خلص يا خالتي هانت اهي. ابعدي عني خالص. ابعدي. يو يو امشي. يو يو عايزه تدخليني جوه علشان يحبسوني. لا انا مش هدخل جوه. يا خالتي حرام عليكي فضحتي ام. عايزه ادخلك المستشفى يكشفوا عليكي ده جسمك كله بيخر دم. لا يا اختي مش هخش. انت عايزاهم ياخدوا الدم بتاعي يبيعوه. يا نصبتي السودا انت هتلبسيني توم او ليه؟ عايزاهم يكشفوا عليكي بس والنبي. انت عايزه تموتيني وتحبسيني جوه يا خالتي. طب خلاص 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 فضح هتفضحينا خلاص. يا ناس الحقوني يا ناس الحقوني. اعملوا معايا والنبي ما عملت لها حاجه. دخلت وعايزه ادخلها يكشفوا عليها. لا عايزه تموتني. يوب البنت دي عايزه تموتني. انا ما اعرفهاش. يا اخويا ما اعرفهاش. والنبي ما في حاجه دي مشاكل عائليه. ما فيش حاجه توكل انت على الله. توكل على الله. لا ده انا ما اعرفهاش دي. يا سبتي عايزه تموتني. حشوني يا خالتي. انا يا خالتي انا كوريا. حشوني. ما تجيب بقى جرع بالفلوس. حرام عليكم يا ابني. دول اخر 150 جنيه في جيبي من المعاش وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوب للشغل والصبح كنت اجيب لابنها اللبن المدعم. حرام عليكم. يا قطعون يا راجل يا ممل. ايه الرغي ده؟ لولي 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 فلقتني بقصه حياتك. وايه اللبن المدعم ده؟ يعني انت كده كسبت تعاطفي؟ ده انا هشرمك. ابو سيدك ابو سيدك يا ابني. حرام عليك. ما تفكك منه طاعون. شوف لك عيل شاب احسن. يا هي ما سيبك من الناس دي انا عارفها كويس. ايه بيا بقول لك؟ قلبي اتزلبط بقى علينا اتزلبط. لا بقول لك ايه يا طاعون. تقليب موت ماليش فيه. الراجل ده ينزل بفلوسه ياخد بيها حقنه في اقرب زخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف. ماشي عشان خاطرك بس ننزله بقى المره دي بفلوسه عشان خاطر هيما. ما احنا اصلنا في ميكروباص صبايا الخير. اصحى اصحى يلا هتنزل. شكرا يا ابني. شكرا يا ابني. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. ايه غور انت بتدعي لي؟ غوركك خابط. انت حطيت ايه في جيبك؟ لا 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 ده القصافه بتاعتي يا هيما. اتكل انت بقى. سلامت ام حسن. ده 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 من العين ومن الحسد. سلامتك يا حسن من رمش اللي حسد. سلامتها 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 ام حسن. الف شكر الف. ربنا يخليكم. لا 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 اغني تاني. مش هينفع اغني تاني. لا والله ما ينفع. انا عندي حفله والله في كوالة البلح. ماشي اشوفكم الجمعه الجايه. يا دي النصيبه عليك وعلى عيشتك يا ولا. انت اتهبلت يا ولا. بتكلم نفسك في المرايه. ان شاء الله ان شاء الله هتتلبس. مش هينفع عم تلبس ياما. ليه؟ عشان لابس فلله النادي الاهلي. يا سلام يا اخويا. وبعدين ياما انا كنت بغني ياما ومحدش سامعني ياما تلبس ليه؟ طب خد يا اخويا كلك لقمه. ايه ده؟
هي دي البيضه ياما اللي انت جايبها لي ياما؟ ايوه البيضه. مالها البيضه؟ مش عاجباك البيضه؟ بروتين. بروتين ايه ياما؟ الناس اكله شاربه نايمه، احنا بس اللي الدنيا ياما مدينا ظهرها ياما، كاكنينا في حظنا الهباب. يا اخويا احمد ربنا وقول الحمد والشكر لله. وشكرا يا ست الحبايب يا حبيبه اللي قاعده على فرشه الخضره وبتاكليني وتشربيني وانا عامل زي الحمار، زي البغل الاسترالي اللي محتاج الدبيح. ما بتحطش ايدك في جيبك يا اخويا وتديني 5 جنيه نجيب بيهم حتى 50 جرام لحمه. انا ياما بس ربنا يكرمني واشتري كمبيوتر وسماعات ومايك. ونادر عليا ياما نادر عليا، والنادر امانه يا ام سوكا. لا اجيب لك عربيه. عربيه ولا بحمار ياما، واجيب لك واحد بقى ميكروفون. ايوه جرجير ام سوكا، ايوه فجل ام سوكا. وانت تقعدي بقى ياما تجيبي كوز وتاخدي الفلوس. قلت ايه؟ اقول لك حاجه؟ ادعي لي بس ياما من قلبك، من قلبك ياما، من قلبك من رجليك اكسر الدنيا. يا ولا يا ولا، ده انت هتكسر نافوخ ان شاء الله. حرام عليك، حرام عليك. يا ولا شوف ابراهيم وحلاوه وجمال ابراهيم وجدعانه الواد ابراهيم. شوف عربيه الكبده اللي بيشتغل عليها، خاطب وهيتجوز ومرستق نفسه، وانت شاطر لي بس تقول لي كمبيوتر وعربيه بحمار. ايه يا ولا انت هبل يا ولا؟ يا ولا حرام عليك، حرام عليك، هتموتني ناقص عمر وانا في عز شبابي. حرام عليك يا ولا، يا ولا ما تخلينيش انزل تربتي وانا قلقانه عليك، حرام. خلاص يا ماما تزعليش، ما تزعليش بقى ياما. خلاص اجيب لك عربيه 128. طب 29. طب هو حد فيكوا زعل امي؟ لا لا زعلان، ما تخنقش عظمي. لا زعلان، لو امي شايفه الشبكه على عروسه يبقى تجيبوها وكمان فيها بوسه. يلا ترت ترت ترت. لو سمحت ممكن استخدم الموبايل؟ انا معيش فلوس بس محتاج اعمل مكالمه ضروري. لا ما ينفعش يا ست، عشان خاطر هي مساله حياه او موت، مش هطول دقيقه واحده بس. حاضر اتفضلي. متشكره قوي. شكرا. الو الو يا دينا، دينا انا هايدي، انا هايدي. بصي اسمعيني، انا في الشارع ومعيش موبايل ولا فلوس. بعدين احكي لك بعدين. انا محتاجاكي تكلمي عن شكر السواق وتخليه يجي ياخدني من الشارع ده. اسمه ايه؟ شارع ابراهيم نجيب. شارع ابراهيم نجيب في جاردن سيتي، انا عند ميني ماركت كده صغيره، خليه يجي لي على هناك. يلا يا ست هانم، ده مش تليفون بايه. حاضر حاضر. بصي ما تتاخريش، انا في الشارع لوحدي وخايفه قوي عشان خاطري. يلا بسرعه يا دينا والنبي. يلا باي باي باي. متشكره قوي، شكرا. العفو العفو. انت هتفضلي واقفه هنا يا ست هانم ولا ايه؟ انا هستناهم دقيقتين بس، مش هطول. لا ما ينفعش، ده مكان اكل عيش، اتفضلي اقفي بعيد بقى لو سمحت. يلا توكل على الله، خلينا نشوف رزقنا. يا بابا علالي يا خالتي. ماما مش هينفع كده، سيبيني اسالك على التعويض عشان تطيبي. يلا طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ طيب يا بابا مش قادره. معلش امي هتضربني عشان الهدوم متوسخ. معلش يا خالتي انا اغسلهم لك، نسقسق على التعوير وبعدين اغسلهم. مش قادره. معلش ولا مستحملي معايا؟ اها معلش معلش اها. اي 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 يوه. طب مش هينفع كده. انت بتبص عليها حالتها؟ غور ياض من هنا غور. ما تخلص عم تعون انت كمان، ما شافهمش هما بيسرقوا، شافوهم هما بيتنيلوا يتحاسبوا. ما تصلي على النبي كده يا هيما وجمد قلبك يا اخي، مالك؟ واللي ليه عندنا حاجه يروح يقول للحكومه يا عم كبداكي. ما بالراحه يا دي، انت واقع على الاستاذ. الراجل جاي معانا مستشار فني وخبير اجنبي، يعني يا دوب في مرحله اخيرا اتجرأت. نقوم نعمل ايه؟ نشكره ولا نعمل ايه؟ كل واحد ياخد الكومه اللي تعجبه. انا مقسمهم بالشعره، ميزان حساس. يا اهل العرب والطرب، العدل مين سيده؟ سيده يالا العجب، وطه وبسله مؤاخذه ايده. كده عدلت التوزيع عشان محدش يبقى واخد اكتر من حد. مبسوط يا هيما؟ ولسه هتشوف الخير كله مع طاعون. طاعون ده مش مجرد اسم يا هيما، ده اسلوب حياه. راحه فين يا دينا؟ هايدي يا محمد في الشارع ولوحدها، ويا حبيبتي ولا معاها فلوس ولا معاها موبايل ولا معاها اي حاجه، هنزل اروح اجيبها. تعالي هنا، مش كفايه جري بقى ورا ست هايدي دي؟ انا ورايا طياره بعد كام ساعه وما جهزتليش الشنطه. وبعدين راحه فين الساعه 2:30؟ مش كفايه بقى؟ ايه يا محمد انت ازاي بتكلمني بالشكل ده؟ وانت ازاي عايزني اسيب هايدي في موقف زي ده؟ انت اكيد بتهزر صح؟ صحيح. ازاي تسيبيها؟ لكن تسيبي جوازك ده عادي. اقول لك ما تروحي تتسجني معاها احسن، ده سجن مش لعب عيال. تصدق ان انت ما عندكش دم؟ انت كمان عندك نفس تهزر؟ انا بقى نازله، يعني نازله. عارف ليه؟ دي هايدي يا محمد. ها وانا ما بسيبش هايدي. ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ايه ده؟ انت ليه مصحيك لحد دلوقتي؟ انت فينك ابدكي وسايبني لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ ده انا قلت انت سبت المنطقه وهجرت استراليا ولا حاجه. مش انت يا كوريا اللي قلت لي مش عاوزاني معاكي؟ يا سلام، وانت ما صدقت؟ كنت فين؟ كنت في مصلحه كده مع الواد طاعون والعيال. وانت لسه في مصالح بينك وبين العيال دي؟ احنا مش قلنا ماشينا غير ماشيهم ووعدتني مش هتخرج معاهم تاني؟ لا ما تلاقيش يا اختي، مصلحه نظيفه وزي الفل، وقلت بالمره لفلف ادور لك على خالتك. اه ولقيتها؟ ابدا، ده لا حول الله لا اله الا الله يا رب، ده انا مش عارف الولاده دي حصل لها ايه، ده زي ما تكون الارض اتشقت وبلعتها. خالتي نايمه جوه يا هيما، مش قلت لك لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ بجد وربنا، ولقيتيها فين؟ لا ولا استني اطلع لك على السلم كملي لي الموضوع لحسن رقبتي تلوحي. بس فين؟ فين هي؟ هي اظن ان هو ده يا عم شكري، على حسب الوصف يعني. معلش بليز يا عم شكري، ممكن تدخل كده تسال اي حد جوه يمكن يبقى شافها ولا حاجه. نساله ما نسالش ليه؟ سعيد احنا عايزينك معانا بقى يعني يوم كده في البيت. بس يكون قريب. السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر يا استاذ، ما شفتش واحده هانم كانت واقفه هنا من شويه ومستنيه ناس؟ هانم يعني ايه هانم؟ هانم يا باشا زي اللي بيجوا في التلفزيون دول. ايه ده هايدي، ايه اللي انت حامله في نفسك ده؟ احكي لك انت كويسه؟ طيب اهم حاجه كويسه خالص. يقول لك ما عندوش الا حلاوه وطحنيه. يال يقول ايه ده ست هايدي؟ ايه المرمطه اللي انت فيها دي؟ خلاص يا عم شكرا، اطلع دلوقتي وانا هجي. يلا يا سلام وماله نطلع. ايه يا دكتورة؟ ما تقوم تهيص معانا، تقلب غمي كده ليه؟ يا عم قوم. معلش يا دكتور أنا آسف، أنا مش في المود خالص النهارده. طيب خليك زي ما أنت، أنت حر. يا عيوكا يا بتبكي على اللي راح. ألو؟ أيوة دينا، ازيك؟ إيه؟ دي بتقولي إيه؟ طيب انا جاي حالا. بعد كده بقى فضحت امي كالعاده وراسها والف سيف، ما تدخلش معايا المستشفى. اعمل ايه؟ خدتها على البيت وحطيت لها المكركرو وحمتها ونايمتها. على فكره كوره، انا قلت ان احنا مش هنلاقي الولاده دي تاني، بس انا ما حبيتش اقول لك عشان ما قلقكيش. والله او ربنا. طب هو حتى لو كده يا هيما تقوم سايبني في وسط الطريق كده وماشي ادور عليك جنب ما لقكش؟ هيما بقول لك ايه، انت فيك حاجه متغيره اليومين دول؟ ولا اقول لك مش اليومين دول بس، من ساعه ما خرجت من السجن كده وانا حاساك مش انت، مش 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 هيما بتاعي اللي انا عارفاه. مش هيما بتاعك يا كوريا؟ امال هكون هيما بتاع مين؟ وانا بتاع حد غيرك؟ بقى خدش منك الا كلام، لكن اجي ساعه الجد ادور عليك ما لقيش حاجه في ايدي. طب هاتي ايدك، اديني كل في ايدك اهو. انا مش هيتقفل علينا باب واحد بقى ولا ايه؟ عايز يتقفل علينا باب واحد ليه؟ لا عشان نبقى نلعب طاوله براحتنا. يا راجل احنا عسل. يا لهوي يا رفيقتي، ايه اللي انا شايفاه قدامي ده؟ صحيح اللي اختشوا ماتوا، وانا اقول العماره هتقع عليه؟ ما هي من النجاسه اللي معششه فيها. يا لهوي يا رفيقتي، الحقونا يا خالي. يا لهوي الحقونا يا خالي. خش جوه يلا، خش يا ولاد. الكرام، لو انت لسه هتخطب مش وقته يا شيخ، مش وقته. انتظر يا اخي ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وكلنا نعرف ان اخت كوريا واخلاقها العاليه، ونعرف مين برضو اللي بيتكلم عنها وصاحب العقل مطالب بالتمييز. افلا تعقلون؟ افلا تتفكرون؟ يلا يا خول
فضوا اللمه اللي انتوا عاملينها دي. الله، ولا هو سيرك ولا هو سيرك. وانت يا سلومه إيه؟ ما تلم مراتك يا اخويا، لم مراتك من قدام الرجاله، ولا هي كلها لحمه عند الجزارين. يلا 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 نوال، ما بلاش. يلا حبيبي منك ليه؟ يلا يا اخويا، يلا يا يلا. في ايه يا اخ ابراهيم؟ عايزك. طب يا كوريا اطلعي انت زباين على فوق. يلا خدها يا سكه وصلها. يلا. نعم اخ ابراهيم، احذرك انت تشعل نار الفتنه بسبب ما تعلمه وتعلم اني اعلم. خلاص يا عم الشيخ خلاص، ده بدل ما تدعي لنا ان ربنا يهدينا، روح انت عشان تلحق صلاه العشاء. ده احنا داخلين على الفجر. طب روح عشان تلحق صلاه الفجر. ميدا ان شاء الله. انا هسلم نفسي خلاص. ايه ده؟ نو واي. ايه اللي بتقوليه ده؟ انا مش قادره استحمل اكتر من كده. انا مش هفضل هربانه ومجرياكوا ورايا وعامله لكم مشاكل. انا ما عملتش حاجه وانتوا مالكوش اي ذنب في اللي انا فيه. وانت ذنبك ايه يا عايز؟ ثلاثة بالله العظيم ثلاثة، منورنا البيت يا وانم، منور نادر بيه. الله يخليك عم شكري. اتفضلي هايدي، اسمعيني كويس، انت مش هتفضلي هربانه على طول ولا اي حاجه من الكلام ده. في نفس الوقت بدرس القضيه عشان اعرف اتفاوض مع البنك وبشوف الفلوس اللي لينا بره، يعني اكيد ان شاء الله هيكون في حل. بس على ما نلاقي الحل ده بقى، سيادتك مش هتستحملي تقعدي في اي حجز او حبس لمده ساعه واحده يا هايدي. انت مش متخيله ده معناه ايه. وانت مش متخيل يعني ايه افضل هربانه زي المساجين والمجرمين. انت ما شفتش اللي انا شفته يا نادر. يا حبيبتي المشكله ان انكل ابو طالب هو اللي بعتك المكان الغريب ده، بس لو رحتي قعدتي في اي مكان محترم وقتها اصلا مش هيكون في مشكله. انا اعرف واحد ممكن يعمل لها بطاقه باسمه شخصيه مستعاره، هي هتاخد شويه وقت ومش هتقدر تستخدمها الا في اضيق نطاق، بس هي طريقه برضو. هايدي انا عمري في حياتي ما عملت كده، لكن انا عارف ومتاكد انك مظلومه فمش هقف اتفرج عليك. يعني المهم دلوقتي نفكر هتقعد فين يا عم شكري. محمد جوزي كالعاده مسافر، تعالي اقعدي معايا. ما ينفعش يا دينا، قلنا اصحابها وقرايبها ما ينفعش. طيب ما ينفعش تروح تقعد عند اهل محمد في شاليه عين السخنه؟ برضه ما ينفعش، ما ينفعش تبعد قوي كده، وبعدين كل ما الناس حواليها قلت كل ما هتبقى مكشوفه اكتر. صلي بينا على النبي يا جماعه. عليه الصلاة والسلام. أنا بقى عندي المكان اللي أقدر أتاوي فيه هايدي هانم الدبال الأزرق، ما يعرف لكيش طريق جرة. فين؟ بطن البقرة. نعم؟ بطن البقرة. مش حلو كده يا كوريا، مش لايق على وش. يو وانت مش فاهمك، انت اللي هتقولي لايق ومش لايق. مال ما حلو اهو، عامله اقولك بلح. ماله البلح؟ وحش البلح يا بنت شيمو. حلو قوي لايق عليها. اه بنتك لايق عليك. حلو يا اختي البلح حلو. يلا عشان ما تعطليش اخواتك. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده، ازيك يا خال؟ الله يسلمك. امسك يا شيماء دي 10 جنيه والنهارده اجازه، روحي مش عايزيني. في ايه يا خال؟ بحلق لها ليه هديه؟ بقول لها اجازه، اتوكل على الله. يلا في ايه يا خي؟ استني هقول لك فيه. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. وده يا أصله ده؟